رمضانيات تاريخية. وفاة الإمام البخاري. في 30 من رمضان عام 256 هجري توفي الإمام العلامة حافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإمام السنة محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة عن عمر ناهز 62 عاما، المعروف بالإمام البخاري صاحب صحيح البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله، والتاريخ الكبير، والأدب المفرد.